السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. نكمل الحلقة الماضية تبعتنا اللي هي حكينا فيها إنه بدنا نعرض البوست هذه في صفحة مستقلة، تمام؟ طيب لو جينا هنا المفروض إنه نعطي له اللينك إنه إذا ضغطنا عليه إنه يوديني على الصفحة تبعتي، أوكي؟ فمعناته لو جينا على الكود هنا عندنا في البوست، اوكي، في ال HTML في عندنا هنا ال ID وال Image وال Title. خلينا نسويها بطريقة ال Translation، نحددهم Cut و Translation. اوكي تمام، هذه نخليها Capital ID. عندي ال Image، عندي Title، عندي ال Action. اوكي لو جينا على ال Title هنا المفروض انه احنا نعطي له لينك، اوكي، انه يوديني على الصفحه. هنكتب له A ref اللي هو الراوت، هنسوي الراوت عندنا اللي هو مثلا لو اجينا هنا على الراوت على الويب دوت بي اتش بي. طبعا هنا احنا هنعطي له راوت جديد، اوكي، بس قبل ما نعطي له الراوت لازم ننشئ كومبوننت جديد، اوكي، نقول له هنا بوست، اوكي، لايف واير. هنا بوست نحكي له كومبوننت ثاني نسميه شو بوست، اوكي. ماذا هنحكي له؟ بي اتش بي ارتيسن ميك لايف واير، نحكي له شو بوست، اوكي تمام. نسكر التيرمينال. هنا ظهر عندي شو بوست، وهنا عندي في الريسورسز في الفيوز في اللايف واير عندي شو بوست، اوكي. طيب عندي هنا في الويب ايش هحكي له؟ هاخذ راوت جديد احكي له شو بوست مثلا راوت جيت اللي هو مثلا باك سلاش ونعطي له السلاج بين على بين كيرلي براكتس، اوكي، ونستدعي اللي هو الكومبوننت تبعت الشو بوست، اوكي، نحكي له هنا الشو بوست بحيث انه هو يستدعي لي اياها من الاب اتش تي تي بي لايف واير، اوكي، زي الكنترولر بالضبط. بس خلينا نستدعيها من فوق. import class هنا use app http livewire show post، اوكي، نحكي له هنا class ونعطي له مثلا name نحكي له show post، تمام. طبعا انا حطيتها هنا بداخل الاوث، اوكي، الميدل وير يعني لازم يكون اليوزر مسجل عشان يشوف البوست هذا. اما اذا انت بدك تخليها برا البوست، اوكي، هتسويها تحت هنا بعد الاوث، اوكي، وتاخذ اللي هو الراوت الاساسي تسويه بعدها بحيث انه هو يقرا السلوت وبعدها يقرا الرابط الرئيسي، اوكي. طيب لو اجينا هنا خلينا نجرب هالتجربة مع بعض، اوكي، لو فتحنا الشو بوست هنا بيحكي لنا اللايف واير شو بوست، اوكي. طيب انا من وين بدي اجيب البيانات؟ في عنا شغلة طبعا لازم نعرف التايتل والبادي والايمج والسلاج، اوكي، فهنكتب له هنا public title والايمج والسلاج من الداتابيس هالمرة، والثانية اللي هي البادي، وهنا عندي الايمج من الداتابيس، تمام، وهذا ديليت. طبعا اول ما يفتح الصفحة المفروض انه هو يكون محمل البيانات تبعت البوست، فهنكتب له الفانكشن تبع الماونت public function mount، اوكي. وايش هيكون
الحقل تبعها اللي هو السلج، اوكي هذا الاساسي. فمعناته هنا هنستدعي الداتا بيز الموديل تبع البوست اوكي، وعن طريق السلج اوكي. طيب خلينا نسويها في فانكشن خارجي، مثلا نحكي له هنا this retrieve post، ونعطي له اللي هي السلاك اوكي. انا اخذ الريتريف سلاك ريتريف بوست سلاك، ونيجي هنا نسوي له public function اللي هي الريتريف سلاك البوست. نحكي له هنا البوست يساوي الموديل تبعت البوست اوكي، وير السلاك يساوي السلاك فيرست هنا نحكي له this title يساوي اللي هي البوست title وعندنا البادي يساوي البادي وعندنا الايمج يساوي الايمج تمام. طيب بنقدر انه احنا لما نستدعي البوست هذا انه نعطي له اللاي اوت من هنا اوكي، مش زي المرة الماضية انه احنا رحنا على اللي هو البوست هنا انشأنا صفحة وكتبنا له هنا at live wire post اوكي، معناته احنا استدعينا معها الـ x app layout اوكي تمام. هنحكي له هنا layout اللي هي layout dot app اوكي. اذا فتحنا البوست هنا هناخذ هذا كوبي اللي هو من عند الاكس سلوت تايتل الهيدر لحد الموضوع هذا اوكي، بدون الاب اكس بدون الاكس اب لاي اوت. هنيجي على البوست هنا نحكي له بيست هنا مثلا خلينا نحكي له شو بوست او التايتل تبعها مثلا يكون التايتل تمام. وهنا لو فتحنا البوست الاساسي تبعنا احنا ما في عنا اشي غير الدف تمام. فمعناته انا هنا مثلا بقدر اني احكي له اطبع لي ال HTML تبعت البادي اوكي. هنرجع على البوست نكمل الرابط تبعنا، هنا عندنا الراوت اللي هو show post اوكي، ونعطي له ال ID ال slug تبعت البوست post slug اوكي. هذه الـ A بعد التايتل اوكي. طبعا نعطي له class عشان الرابط يساوي مثلا نعطي له لون الخط يكون ازرق text Diego مثلا نعطي له 500 و600 700 خليها 600 اوكي. عندنا الهوفر لما نيجي نحط الماوس عليه برضو تكست دييغو تكست دييغو نخليه اغمق 900 تمام. خلينا نشوف ايش راح يصير معنا.
ريفرش. اوكي تمام، عندي هذا الرابط. لما حطيت الماوس عليه صار بلون اغمق. اوكي طيب نقول بسم الله، ضغطنا اوكي تمام، جاب لي هنا التايتل اوكي، وجاب لي هنا البوست نفسه. طيب بدنا نعرض الصوره هنا، لو يجينا على الشو بوست احكي له هنا اعرض لي الصوره، نقول له هنا مثلا ديف كلاس، نحكي له كلاس هنا كونتينر اوكي ماكس ويدث سكرين الجي، انه على اكبر شيء انه تكون الصوره اوكي. نحكي له ام اكس اوتو، نحكي له مثلا بادنج من البوتوم نخليها مثلا 5 بكسل اوكي. نيجي هنا بداخل الديف نعمل له التاج تبع الايمج، نعمل له اللي هي الاسيت من الايمجز اوكي، بس بدل الايمجز هذه نعمل له دوت اللي هي الايمج اوكي. وهنا الالت هتكون التايتل، وكمان نعطي له كلاس هنا للصوره mx auto اوكي تمام. وخلينا مثلا ناخذ التايتل برضو مره ثانيه، نقول له هنا h1 مثلا بالكلاس text center مثلا، خلينا نجرب يكون الحجم كبير text excel او 2xl 2xl اوكي. ويكون extra bold font extra bold، ونخليه مثلا padding من البوتوم نخليه 5 بكسل برضو. وهنا بالتايتل نقول نكتب له التايتل تمام. خلينا نجي نشوف، سوي ريفرش اوكي ممتاز جدا، طلعت عندي الصورة هذه اللي هي كم مقاسها حاليا. لو سوينا انسبكت 640 في 640 اوكي، لو سوينا لها مثلا ماكس ويدث ماكس ويدث فول، سوينا ريفرش برضو نفس الشيء اوكي تمام، كانت هي على الماكس ويدث اوكي، يعني اقصى حد للصوره نفسها، بس لما سويت ويدث فول صارت على كامل الكونتينر هذا الابيض اوكي. بس طبعا الشكل تبعها مش هيكون لطيف، فخلينا على الماكس ويدث هيك، معناته احنا عرضنا التايتل وعرضنا البادي الباراجراف تبعتها اوكي تمام. لو نسوي هنا زر انه رجوع للبوست هنا فوق الصوره، لو رجعنا لللايف وير بوست اخذنا الكرييت هذه كرييت بوست، رجعنا هنا كتبنا له سوينا له بيست اوكي، ونكتب له هنا show create model، نحكي له return to post اوكي، وهنا نحكي له return to post تمام. ناخذ هذا الفانكشن ونروح على show post، نحكي له هنا public function اللي هو return to post، نقول له return redirect اوكي redirect بدون الدس route اللي هو البوستس، وين الويب اللي هي البوستس اوكي تمام ممتاز جدا.
نسوي له سيف، نرجع نشوف ريفرش. اوكي ريتيرن تو بوست. اوكي ممتاز جدا، سوي اول عنوان مقال. اوكي تمام ممتاز جدا، ريتيرن تو بوست. معناته هيك احنا سوينا جميع العمليات اللي هي الإضافة، التعديل، الحذف، العرض. اوكي وسوينا كيف عملية الابلود الصورة اللي هي رفع الصورة، وسوينا كيف انه نضيف CK Editor عندنا على اللايف واير. اوكي واستخدام الجافا سكريبت الخارجية على المثال تبعنا، وسوينا الباجينيشن، وسوينا الديليت، وسوينا الامور يعني وضحنا كيف طريقة الاستخدام في اللايف واير 2. اوكي طبعا اللايف واير لا يقتصر على المثال اللي احنا شرحناه، ولكن احنا شرحنا اغلب الحاجات اللي موجودة في اللايف واير حاليا، ما بين الايفنت، ما بين الاكشن، ما بين الهوكس. اوكي وسوينا اللي هي عملية السي ار يو دي الكراد. اوكي اذا سويتوا اي مشروع باللايف واير وحابين اعرضه عندي هنا في القناة، فبشرفني انكم تتواصلوا معي على ايميل القناة وعشان نستعرض مع بعض المشاريع اللي انتوا سويتوها. اوكي ونشرحها هنا على القناة. هيك انتهينا من الكورس تبعنا. اذا انت حابب تدعمني ماديا، في عندي قناتين للدعم المادي في الديسكريبشن، واحدة للبيبال وهي هذه اللي انا بفضلها، والقناة الثانية اللي هي تبعت قناة باتيرون. اوكي إذا ما بتقدر على الدعم المادي فدعوة بظهر الغيب تكفي، وراح أكون سعيد فيها جدا، ونشوفكم في كورس جديد ويعطيكم العافية. إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب ويعطيكم العافية.